شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين الخوت؟ بخير عليكم، كلشي مزيان بعدا، الأحوال ما كاين ما يشوش، والحمد لله والشكر لله، منين كلشي بخير الحمد لله. والخوت من هذا المنبر اللي مريض ليه شي حد يا ربي تشافيه، واللي توفى ليه شي حد الله يولي برحمة الله، هذا مكان احنا كلنا خوت وحباب، في آخر مطاف احنا غير كنتولعوا الخوت، يعني غير مجرد ولاعة، يعني مدوزين الحياة وصافي كيف كيقول لك ولا تنسى ذكر الله. هادشي اللي كاين اليوم ان شاء الله، اليوم الثلاثاء، البارح اثنين الثلاثاء ان شاء الله، الثلاثاء اليوم الثلاثاء ان شاء الله، جيناكم فواحد الفيديو عادي، يعني سالينا التريتمون ديال التراكومونونت، راه ساليناه، دابا باقي لنا الجهاز التنفسي اورني ديتي، ما غاديش نهضر عليها لان انا ما عندي علاقه بداك الدواء، يعني راه ما كندير لا اشهار لا والو، راه ما كنتخلص منه لا والو، باش ما يقولكش واحد اخر لا راه كيدير اشهار ولا راه كيعطيه ولا راه ما كيعطيني حد، عطي الله هادشي اللي كاين، يعني راه صحاب الاشهارات راه ما كيعطي والو. اليوم ان شاء الله، البارح ما نكذبوش على الله، البارح ما درتش الفيديو اللي لحت يومين، لحت واحد الفيديو في نهار الحد، لحت جوج فيديوهات، لحد ديال نهار السبت وديال نهار الحد ديال الخيوطه وديال نهار الحد، ونهار الحد الخوت اللي هو ولي البارح، اللي هو بغيت نقول لكم هو اللي البارح. دابا هادي غير الثومه، هانتوما الخوت كيف كتلاحظوا، ماش راني كنهضر، هانتوما هادي الثومه غادي نزيدها على الزيت، الزيت ها هي الخوت فين مخبيه، شوف فين مخبيه، حشمانه باني الزويته، باني ها هي الزويته ديال الثومه، هي هادي غادي نعطيوها لهم اليوم باذن الله. كيف قلنا هذه الماكله ديالنا ها هي فين محطوطه، ديك الماكله العاديه ديبيراتيف، وغادي نزيدو نحكو عليها الثومه الحمراء، نحكو عليها الثومه الحمراء هي هذه، غادي نزيدوها. كيف قلنا الخوت بالنسبه للطلقه ديال نهار، الطلقه ديال نهار الحد، راه طلقت الحمام على ود الخيوط، طلقت الحمام بحال تخلع، ما بغاش يهبط ليا، وبالاخص الاناث الذكور تعطلوا في الهبيط، تعطلوا ومع ذلك هبطوا، ولكن الاناث ما بغوش يهبطوا، خليتهم نهار الحد ومشيت بحالي للخدمه. اش غادي نقول لكم، جيت من الخدمه نهار 2 في الصباح، جيت من الخدمه كنجي انا ديريكتومون السطح، وليداتي الثانيين ضروري كنجي عندهم السطح، واليوم راه نهار مشمس، اليوم الطيران غادي يكون زوين ان شاء الله. كيف قلت لكم الخوت، نهار 2 جيت الصباح على اساس زعما نشوف شنو كاين، شكون جا هذا كنحسبوا الحميمات، كنلقى الحمام ناقص، كنلقى ثلاثة الحمامات اللي ناقصين في النتاوي، شنو يبغى ثلاثة، بديت كنشوف كنتمعن حمامة وحدة عرفتها، وهي ديك البيكاسا اللي قلت لهم، قلت لكم بيكاسا واحد الطوبية محروقة، راه كانت ما كانتش كتبات عندي فاش كانت صغيرة، كنمشي تحملنيش العصر، قلت لكم كتبات على برا هاديك ما كيناش، وجوج خرين ما كاينينش شكون هما الله أعلم. تنينا ما بانت حتى شي حاجه، طلقنا الدكوره ما كاين والو، صافي هبط بحالي نعست كنعاود لكم قصه حياتي. فاش جيت فقت مع ديك الثلاثه، طلعت لعندهم كنلقى ديك الطوبيه محروقه في الكولوار كاينه، وجوج ناقصين، طلقت ديك الساعه الدكور، الاناث راه ما طلقتهمش البارح، هادشي كنهضر لكم على البارح، طلقت الدكور الخوت البارح، وراه الشمس سخونه راه طنطناتني، هادو القفاره طنطناتني، طلقت بالنسبه لهادو اللي كيغوتوا، اللي يقول شي واحد راه عنده الشنابر، ما الشنابر هادو غير واحد جوج ديال واحد الذكر، واحد الذكر ممتاز ديال كيف قلنا واحد البطل كبير في مدينه الرباط، طراهم ليا مع واحد النتوى تماك، وبيض تحت واحد الكرسي وفرخ، والله ما رديت ليه البال، وحتى الولاد الله ما درت لهم البيكان، عندي البيكان راه عندي 10 ديال البيكان ديال العصبه، والله حتى البيكان ما درتهمش ليهم، يعني ما رديتش ليهم البال، حتى لقيتهم تيخرجوا كيغوتوا كبار، صافي راه ما باقين حتى نشوف اللي غادي يديهم. ما علينا، كيف قلت لكم الخوت، طلقت الذكور هي تجي نتوى وحده، جات نتوى بق مق هبطات مسكينه مهلوكه، راه دابا نوريها لكم، فيها 29 في الاخر، الباك ديالها فيه 29 في الاخر، صافي هبطات دخلات جيعانه مقتوله، تتخاف من داك الستريس هو اللي كنخافوا منه. دابا حنا غادي نهضروا وغادي نخدموا ان شاء الله، نوجدوا لهم الماكله عاد نطلقوا الحميمات، غنخدموا ان شاء الله. اليوم راه ما كاين معايا حد، كيف قلنا الخوت غادي نجيبوا الحلبه، هادي راه شحال هادي ما خدمناهاش، هبطات نتوما، دابا بقات لي حمامه وحده هي اللي بقات لي،
كنكثر الزيت ياك. شفت واحد الفيديو ديال واحد الاخ داك الزيت دار معلقه صغيره وما بيناش، والله اعلم واش انا اللي غلط ولا هو اللي غلط ولا الله اعلم. هذه الحلبه الخوت، الحلبه مطحونه كيف كتعرفوها هي، هذه الحلبه مطحونه دايره في الطاس. دابا نحكو نزيدو عليها الثومه، هذه الثومه راكم عارفين الثومه راها الحناش انا الحناش راه ما درتهمش الخوت وما كنطريطيش على الحناش. نزيدو نحكو عليهم الثومه هذه، كل ما درنا الثومه كل ما مزيان، ما تخافوش وعلى حسابي الخوت، والله الا على حسابي ان شاء الله. كيف قلت لكم الخوت جات ديك الحمامه وحده وقالت لي حمامه وحده، لحد الساعه راه ما بانتش، فين مشات الله اعلم. هادشي اللي كاين دابا، حنا ان شاء الله غادي نطلقو عاوتاني، خصنا حيت ما بقى والو. دابا راه الشهر 12 غدا ولا بعدو، اليوم راه اليوم 30 من الشهر، فهمتي الخوت، اليوم راه 30 في الشهر 11، يعني الشهر 12 يقدر يكون غدا ولا بعدو راس العام. ما كاينش اللي يدير لنا بوز تماك، ما كاينش اللي يوقف لنا التليفون، حنا غادي معاه وصافي. ها انتوما انتوما دابا كتزلق الثومه، هذه الثومه الحمراء البلديه. خايو دليل داك الولد ديال الخوت ديال الشركه، داك زيت الثومه، زيت الثومه ديال الشركه ديال البايير على ما كنظن ولا الله اعلم. ذوقوه بلسانكم وشوفوا الثومه اللي فيه كديره، هذه الثومه بزاف، يعني الثومه واخا تكثروها راه ماشي، ما كاينش الاشكال، انا كنكثرها والحميمات تبارك الله. بلاتي مازال سالي البداله، تدخل الشهر واحد الشهر جوج تشوفوا الحمام كي غادي يولي باذن الله. هذاك لي دابا هنا ربعه ديال الفصو، ربعه ديال الريوصه ديال الثومه على ديك الزويته فيها الثومه. ها هي وغادي نحركو نديرو الحلبة. هاد المرة خليت هادي هنايا، عيو مالي الدار ميقلبو عليا تيقولو ليا واش هزيتي، تنقول ليهم لا. غنزيدو واحد شوية الماكلة الخوت، الماكلة بانت ليا قليلة، خليكم معانا نزيد واحد شوية الماكلة، خليكم معانا باش نزيد شوية الماكلة وانا معاكم حيت كنغربلها. حنا رجعنا لكم من جديد الاخوان، تحياتي لخوتنا وحبابنا. يدي ولات فيها ريحه الثومه بزاف كاع، كيف كتلاحظوا لسنا لميتنا. دابا غادي نحركو هادشي مزيان، راه مزيته الخوت، راه ماشي داكشي قليل. هانتوما واش عارفو مزيته، انا غتعرفوا شي كيم كركبه مجموعه باش تعرفوا داكشي راه مزيت ولكن راه ماشي عاد، حيت ما كنا مخلطاش. انا زدت لكم غير واحد، زدت لكم غير واحد شويه اللي ما مخلطش. وديك الماكله راه زدنا فيها تت الاخر، زدنا فيها الزوان، زدنا فيها الزوان والاخر والبشنا ديال الفراخ. دابا الخوت نديرو الحليبة، الحليبة ديالنا ها الحلبة هي هادي.
لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك الحمد محمد في خير وهو على كل شيء قدير. كيف لاحظتوا الخوت ان شاء الله باذن الله حنا غادي نطلقوا دابا اول حاجه غنبداو بها وهي الاناث. الاناث باذن الله دخل وليدي دخل 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 الاناث حنا غنطلقوا الاناث ان شاء الله. كيف كتلاحظوا الاناث واحد النتواتير غادي انت دابا ما عندناش خيار. كيف كنقولوا الاخوان ما عندناش خيار. ديك النتوى فين هي الدفليه محروقه طوبيه محروقه وديك النتوى فين هي هي النتوى هي هادي الشو هي باينه الشو كديره باينه بحال الا مبوصه ولا يعني ما عندناش خيار. حنا مخصو يخرج كامل لان دابا خرج اوليدي خرج لان دابا راه خاص الحمام يكون مسوف ليه يكون طاير صافي يكون مرصي. خرج بابا خرج خرج والحمامه اللي مشات لينا والله ما عرفتها شكون هي انما مع المده غادي نجبدها. خرج اوليدي خرج خرجوا خرجوا ما بقاوش نلعبوا خرج انت خرج 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 ها ديالك اخويا عبد الواحد هي ما بغاتش تخرج هاي الحمامه ما بغاتش تخرج درنا لها الطريقه. انا الخوت كيف كتلاحظوا اللهم بارك وزيد في ذلك شوف تبارك الله الحميمات كي دايرين واقفين. ها اللي كانت فيها اللعيبه اللي كانت فيها التريكومونوز هي النتوى هي شفتوها راه هي نشفات الفم ديالها. دابا باقي لينا ان شاء الله الجهاز التنفسي وان شاء الله الامور غادي تكون طيبه. طير طيروا طيروا كاع اللي كطير طير اللي كطير طير تبارك الله الحميمات راه كيف كنقول دائما حاليا بعد الحميمات بصحه جيده اللهم بارك وزيد في ذلك ونتمنوا الفاكسين يبان. كيف كنقول هادو راه ما بغاوش يطيروا شكون هما اربعه د الحمامات ما عندناش بهم الغرض او لو خمسه راه ما نتيوات راه 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 تبارك الله اللهم بارك هنا خمسه ما طاروش وليني راه ما عنديش بهم الغرض ما بغاوش يطيروا ما عندنا ما نديرو لينا خصهم يطيروا. طير 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 سيدي الحمام مولفين يدخلوا من الباب. هذا واحد دخل مولفين يدخلوا من الباب ما كاينش الاشكال. حلوا لهم الباب سيدي حلوا لهم الباب سيدي ما كاينش الاشكال. كيف قلنا الخوت الحميمات اللهم بارك هما هما ما جايين هما جايين شتو ماما ها نتوما لاحظوا مزيان ما معلينش بزاف راه ما معلينش راه التليفون على قد الحال يبقاو يبانوا معليين راه ما معلينش ما نكذبوش على الله منين تيعليو راه تنقولوا علاه وما علاوش راه ما علاوش راه ما معلينش بزاف الحمد لله. كيف قلنا الامور طيبه دابا نعطيهم ياكلوا ان شاء الله ونتمنوا انهم يهبطوا شي هبطه زوينه ما يدعروش لان ها واحد طار. سير سير اوليدي ها ماما شتو ما خوتها ما نخليو دابا الحميمات كيف قلنا نعطيو ليهم ياكلوا وانا معكم خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. الخوت عطيناهم دابا حكا حطينا لهم ياكلوا راه هبطوا هبطوا الشنابير الصغار هما اللي هبطوا اخر العنقود اللي طارديف هما اللي هبطوا بالنسبه للحمامات الاخرين هما كيدوروا كيف لاحظتوا. وان شاء الله نتمنوا الصفاره هي هذه العجيبه هي الصفاره العجيبه نتمنوا انهم يهبطوا وما يضيعوش لنا الوقت يا ربي امين. دابا راه كنحاولوا ما امكن نقصوا لهم الماكله هيا بياسه هبطات خلط 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 اي بياسه هبطات زيد اوليدي هبطت انت هبط هبط خلط 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 نتمنى الحمام كله يهبط وما تبقى لي حتى بياسه على برا يا ربي امين. ها هما
شاء الله غادي يهبطوا ان شاء الله. خليكم معنا الخوت، وتحيه لخوتنا وحبابنا كاع اللي كتسول فينا، كنحيو من هذا المنبر. منهم اول واحد غادي نشكره هو الاخ زيتي دابني سيدي سيدي. هذه حاله فما هذه الشيو حنز مهلوك، هذه حاله فما زيدي دخلي بنيتي دخلي. الدفليه دابا اللي هبطت هذيك اخر حمامه كانت جاتني في الطاويل الممتاز، حمامه كانت تعطلات ليا هي هذيك الدفليه محروقه من الحمام الحمام اللي كانت تعطلات هي هذيك الحمامه رايه الدفليه محروقه. اخر حمامه كانت جاتني واحد المطلق ديال الطاويل الممتاز راه جات مغيصه بالباك مانيتيك ديالها. هذا ما كنتسناو الحميمات يهبطوا كيف كتلاحظوا. كيف قلنا الشكر جزيل خويا والديديكاس لخويا وحبيبي منير مخلص، اول كومونتير بدون منازع كما يقول. وتحيه لخويا الحسن من اكادير والناس ديال اكادير، تحيه لهم الناس اولاد بلادي سواسه. وتحيه الناس ديال بيكرا حتى هما ما نساوهمش، الشلوح الشلوح اللي انا منهم، الشلوح ديال بيكرا. اجي يا وليدي واش انت داخل ديك الحلوفه هادشي اللي تيقولوا سير دخل اصاحبي من سبوتنيك الله يرضي عليك، دخل من سبوتنيك حنا نبقاو نتسناو فيك حتى نتايا ولا بزاف. تحيه الناس ديال بيكرا، وتحيه لخويا البشير وخويا رضوان والابن ديالو خالد والكتاكيت الصغار ديالهم، تحيه لهم. تحيه لخويا سمير، وتحيه كبيره لهاد راس الطنه ما بغاش يدير عقلو، ما بغاش يدير عقلو حيت مولف يدخل من الباب. هذا الخوت، هذا ولد من هذا ولد واحد الشوجه. سير اصاحبي طير طير دابا، هذا راه طاير هذا الولد، هذا راه طاير. والمشكل ديالو شنقول لك تشجن شجنتو والصحه ديالو غلاضت كيف كتلاحظوا، الصحه ديالو غلاضت من تماك مابقاش كيقدر بحال السمان، مابقاش كيقدر مازال يطير صافي، مابقاش كيقدر يطير. ما سوقتش ليه، كنت باغي نخليه بروديكسيون لاني راه غادي يدخل يلعب ان شاء الله. دخل 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 هانتهبطو فوق الخيوط. طوبيه محروقه بعدا هي هبطات، ها اللي باتت ليا هي هبطات. دخل 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 هبطو فوق الخيوط الخوت. دخل 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 كي هبطو فوق الخيوط كيف كتلاحظوا. دخل 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 وليني كيتخلعوا كيطيروا مع كيتخلعوا كيطيروا مع هادو ماشي هما القلاق البري داك الكحل اللي من قاره طويل داير بحال بلارج كيتخلعوا منه ها الحميمات هما. دخل 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 واحد الحمامه ماشي ديالي الخوت، ها هي والله العظيم ما ديالي ان شاء الله ما دياليش، فيها باك زرق قشعتها ولا ما قشعتهاش، حمامه ماشي ديالي باك زرق. وانما ما فهمتش ما فهمتش حتى لعبه، حمامه من هادو ماشي ديالي. حد الدفلي لا 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 ان شاء الله لا غلط غلط انه داكار. لا لا يا ربي تسمح لي يا ربي تسمح لي، لان نتاوي عندي كلهم فيهم طرطاقات اورانج، هو قلت باك زرق هو ماشي باك زرق، هي راه ذكر شاط لي من الذكوره البارح تعطل لي البارح. دخل اصاحبي انت عيقتي، ها هو مشاطار عيق بزاف. سمحوا لنا على التصوير الله يرحم لكم الوالدين، خطرة ما كاينش اللي غادي يشد معايا كيف كنقول دائما. نمسحوا الشاشه. دخل 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 نمسحوا الشاشه. دخل 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 هذا داكار فيه طرطقه موفيا، راه هو داك الشنبور شوف راه هو غادي، هذا اللي باغي يدخل ليا من سبوتنيك راه سطنا. سير 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 نفع كمان جراك، راه هو مشى مشى ليا نيشان شتو الخوت. والله الا مشى راه هو راه غادي غادي، ما دار له كلا هوك ما دار له كلا هوك الله يهديه، راه هو مشى خليه يدبر راسو تيجي وقت ما بغى يجي. حنا نتسناو هادو يدخلوا الخوت. دخل 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 ما هبطوا شي وحدين. دخل 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 الخوت. هاد الحمامة إن شاء الله شكيت فيها والشك حرام، وكتبغي تهبط هي الأولى والله أعلم والله أعلم شكيت فيها.
خليتها تهبط وغادي نقول لكم شنو كاين. دفنيه شكيت فيها والله اعلم. ها الطوبي هبط الحنقوره، طلقت لهم الدكار الحنقوره باش يهبطهم ليا. حنا غنشوفوا واش غيهبطوا ولا لا. ها هما واحد الفرق تبارك الله فيه شي 100 حمامه وما يزيد على 100 حمامه. راه هو لهي ها هما غادي يهبطوا ان شاء الله. هما غيهبطوا هما غيهبطوا ان شاء الله. ردوا البال ردوا البال. دخل 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 دخل. هبطت نتوا. هذه اخت الاكاديريه الخوته ديال اختها ضربه هي اللي دخل تفليه السيوفا بوي. راه اختها ضربه البرومي في مدينه سالا، مطلق ديال اكادير ضربه البرومي على صعيد مدينه سالا مع الجمعيه السلام السلاوي. ها الحميمه تهبطوا سيد 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 سيد. ماشي ديالي هذيك الحمامه، ماشي ديالي، تخاطروا عليها ما ديالي. كيف قلنا راه شي واحد طلق حمامه قناص الله يهديهم. خليكم معنا من ناحيه دوك الحميمات الخوت هما ما بغاوش يهبطوا يدبروا رياسهم. هادي نتي وطرات تقريبا اكثر من ثلث ساعه وانا كنتسنى خرج لهم ذكر الحنقوره والو. وبالنسبه للماء كيف قلنا الشرابه هي هادي، راه المويه نعطيهم عاديه لاننا دابا غادي نبداو ان شاء الله عما قريب الجهاز التنفسي. غادي ندير لهم الجهاز التنفسي بصح حنا كيف قلنا صافي نساليو التريتمون ديالنا. المويه راه كنعطيها ديال الصحه يا الخوت. ها وتحية للناس ديال كازا، خويا رضوان ازولاي وخويا جمال المغيرات حتى هو كنحيو من عرض المنبر. وتنحيو خويا عصام 36 36 كان واحد الصديق قال لي ولعنا في الشنبور ديال عصام، قال لي واش تبيعوا ليا او دي اول حاجه. خل 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 انا الخوت كيف كتلاحظوا امها عاديه. سيرو سيرو عندك تخرجي عندك تخرجي عندك تخرجي. ها انتم امها عاديه ان شاء الله. قال لي واحد الصديق قال لي ولعنا. هي هي خرجت لي بياسه ها هي هاكا. قال لي ولعنا في الشنبور ديال عصام. قلت لي ان شاء الله يكون خير. انا ان شاء الله دابا نجبدوا لكم الخوت بما يشربوا الحميمات راه كلاو غادي يشربوا ان شاء الله. وغندخلوهم وغنخرجوا الذكور يطيروا. خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. انا غادي نوريه ليه ان شاء الله. غادي نجبد داك الذكيه ديال عصام 36. ما قال لي شي ثلاثه السيوف ولا اربعه على ما كنظن. انا راه غادي في البداله ديالو. هذوك الحميمات ستد ها واحد الفريق. شوف 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 الخوت شي واحد الفريق ديال ما الله اعلم. واخا يقول لي ما عندكش الحق تصوره. ها واو شتو 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 راه فريق ديال من الله اعلم. و100% السته ديالي غادي يمشيو معاهم. انا تنقول ما كاينينش هنا 100% يكونوا معاهم دوك السته ديالي. دابا الخوت حنا غادي نطلقوا الدكوك مباشره من العصاره. خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. ندخلوا لهم الماء للإناث. ندخل لهم الماء ندخلهم اللهم بارك وزيد في ذلك. ها هما الإناث الخوت هما هادو ان شاء الله. لا راه الامور غادا طيبه. دابا راه خصنا الجهاز التنفسي ان شاء الله نديروه باش نكونوا نقولوا سالينا. حنا ندخلوا الحميمات ديالنا ما نخليو حتى بياسه. ندخلوا لهم حتى الماء داخل اللي بغات تشرب تشرب. زيد 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 غيهبطو مع الدكور. انا الخوت كيف كتلاحظو اللهم بارك. غنوريكم بعدا الشنبور ديال الاخ والبطل عصام 36 داير ليه جوج طرطاقات. ها وحدايا ها وحدايا خوت ها وحدايا. اه هو قال لي واحد الصديق قال لي ورينا الشنيبر. باقي لي 4 سيوف الخوت. انا كيف كتلاحظو هذا هو الشنيبر ديال الاخ
والبطر كان قال لي بيعوا لي، قلت له خويا راه الكادو ما كيتباعش. ها هو هذا هو الذكيه كيف قلنا لك وليدي. انا الخوت باقي ليه اربعه السيوفه اللي باقي ليه. هذا راه ولد الدكار ديال الحاج نعمان مع واحد نتوما ما عرفتش شكون هي، راه عطاني البيديكري ديال والديهم. شنيبر هو هذا كيف كتلاحظوا، العوينه ديالو حمراء. هذا هو الشنيبر، دير ليه طرطاقه جا مع جاب طرطاقه خضراء، وانا درت ليه موفيه زدت ليه البارك ديالو. هو هذا شمي يقولوا شي واحد لا راه غيره ولا شي حاجه. هو 17 2 0 7. ها هي 17 2 0 7. باش ما يقول شي واحد لا راه غيره ولا شي حاجه، هو ديال كازا، ما عنديش انا كاع ديال كازا. وها هو الخوت كيف كتلاحظوا، الحمد لله. دابا غادي نطلقوا الذكور على بركه الله وبسم الله على بركه الله، مسعاها مجراها. يلا يا ابنائي زيد 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 يا شيفور، زيد شويه في الموتور، زيد زيد يا شيفور زيد شويه في الموتور. على بركه الله نبدا انطلاقه الحمام الزاجل من نقطة السباق، الفرات الجامع بإذن الله. وتحياتي الأخ زيد أوليدي، خرج خرج مالك، طير بابا سير بابا سير بابا سير بابا سير، الله يرضي على بابا سير. ها الخروج ممتاز، انطلاقة ممتازة بإذن الله، وسوف نوافيكم إن شاء الله بنتائج السباق المبرمج هذه السنة بإذن الواحد الأحد. سوف نوافيكم بأحدث السباقات والنتائج للوفت البطل الكبير الفرات الجامع إن شاء الله بحول الله. ولنا لقاء إخواني أحبائي وتحية لخوتنا وحبابنا بالعربية. إحنا الفصحى ما عدناش معها، واخا نورمالمون حقيقة الأمر الفصحى اللغة العربية هي الفصحى. هي حمامة حمامة سوف تدخلوا معهم استاد الحمامات ديالي، راه مشاو مع داك الفرق. ها حنا طلقنا الذكور، غادي نعطيهم الماكلة. ها هي الخوت الماكلة ما غيرناها ما والو، ها هي فيها الزيت وزدناها الثومة، زدناها الثومة ودرنا ليها الحلبة. ها الذكور تبارك الله راه ما معلينش ما معلينش، وان شاء الله نقدروا غدا ان شاء الله بحول الله نبداو لهم الجهاز التنفسي بحول الله. غدا ان شاء الله غادي نبدا لهم الجهاز التنفسي، داك اورنيت دي تي كنا كنستعملو. غادي نوريكم الفرق ما بين اورنيت دي تي على ما يقال، والله اعلم. انا كنقول لكم الخوت والله اعلم باش ما ندي تقليد ديال حد، لان اي واحد كيبيع شي حاجه خصو يزينها، هذه مفروغ منها. يعني راه ولد الولد عند مو تيكون عزيز، واخا يكون الولد خايب، ولكن داكشي ديال الله عز وجل. واخا يكون الولد خايب يعني الصفه ديالو خايبه، ولكن الله اللي خلقه، حيت خلق الله ما خصش بنادم يعيف خلق الله. انا كنقول لك مثال، كيف ما بغى يكون الولد عند مو كيكون عزيز، كتمشي عند مو الحانوت راه ما الا من رحم ربي، تمشي عند مو الحانوت راه كلشي عنده مزيان، راه ما يمكنليش يخيب لك شي حاجه. متفقين الخوت؟ ما يمكنليش يخيب لك السلعه ديالو باش انت ما تديهاش. وراه هذا كامبو عنده ودنين طوال الا خيب لك السلعه. هادشي اللي كاين، حيت انا تنقول لكم والله اعلم. انا سمعت ديك اورني دي تي راه زادوا فيها شي مواد هكا قضيه في الطاكيه، الخبر في راسكم والله اعلم. ديك الساعه كنقول والله اعلم باش ما نديش انا الذنوب ديال حد، ما يقوليش شي حد راه كتكذب علينا ولا هذه. انا اللي سمعته قلته لكم. وتحيه لخويا منصيف بن درواش رئيس الجمعيه الجديده، الجمعيه ديال ملتقى الابطال في مدينه سالا. كنحييه وكنحيي الجمعيه ملتقى الابطال، جمعيه ملتقى الابطال. زوينه ان تكون ملتقى الابطال هنا في سلا وتكون في الرباط، تكون في كازا، وخصها تكون حتى في الرباط ملتقى الابطال. كل مدينه خصها تكون فيها جمعيه ملتقى الابطال. وهادشي اللي كاين الخوت، وتحيه لخوتنا وحبابنا كاع اللي كيحبونا وكيسالوا علينا، والحمد لله والشكر لله. والحميمات كيف لاحظتوا راهم كلاو، باقينا نعاد غادي نحسبو ونشوف واش استوى لله، حيت حمامه بانت ليا هبطات وطارت. وهذا الحميمات هما كلاو، غدا ان شاء الله غنبدا لهم الجهاز التنفسي باذن الله. كلاو شربوا. انا الخوت الجمال، قولوا الجمال تبارك الله، الله يجي الله يدير فيها الخير، الله يدير فيها الخير في حمامنا وفي حمام كل المواليع.
ولكن اللي هما موالع وضريفين وتيبغوا الخير لعباد الله الله يسهل عليهم، هذوك اللي ما تيبغوش الخير لعباد الله الله يبعدهم علينا. حنا ما نقولوش الله يسهل عليهم وما غاديش نسبوهم والو، غنقولوا الله يبعدهم علينا، الله يجعل بيننا وبينهم واحد الحاجز، الله يجعل بيننا وبينهم واحد الحاجز. هذوك الناس صحاب المصالح وصحاب وصحاب وصحاب، هادشي اللي كاين غيبعدوا منا. التقار حسن قال لك اللي يضرقك بخيط ضرقو بحيط، هادشي اللي كاين هو هادشي اللي كاين الخوت. والحمد لله والشكر لله. الذكور كيف كتلاحظوا باقى ذكر واحد، باقى ذكر واحد. شوفوا البزقة الخوت كي دايره، اللهم بارك. الكوكو الكوكو الخوت اللوز والكوكو والقرقع. باقى الذكر ديال البطال سعود عبد الله ديال بن سليمان، اللهم بارك. هذا ما تيبغيش يخرج ما تنخرجوش، فهمتي، ما تنقويش عليه يخرج. يلا الخوت ما نزيدش نطول عليكم، وتحيه لخوتنا وحبابنا كاع اللي كيسولوا فينا. خويا خالد والاب ديالو، الاب ديالو الحاج احمد حتى هو كنحييو من هذا المنبر، وخويا نور الدين، خويا جمال المغيرات، وخويا البشير، وما نساوش خويا مصطفى الاص، وما نساوش خويا عبد الجبار، والبطل ناصر الدويله، وما نساوش الناس ديال طنجه. الناس ديال طنجه حتى هما كاملين. وهادشي اللي كاين الخوت، باش ما نطولش عليكم، الى فيديو قادم بحول الله، وتنحييكم من هذا المنبر. الناس ديال بيكرا كذلك ومثال. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ها الحميمات كيدوروا، حنا غادي نخليهم تيهبطوا لريوسهم، وما نجيش نطول عليكم، راه كنهضر غير جوج دقيقات كنلقى وصلت 30 دقيقه. انت وترا باقي ما جاوش دوك ست الحبات، راه باقي ما جاوش الخوت. دوك ست الحبات كيف قلنا اللي باقي لنا في النتيوات راه باقي ما جاوش، حنا كنتسناوهم. ما نجيش نطول عليكم ياك. يلا الخوت، السلام عليكم ورحمه الله، والى فيديو قادم بحول الله. وغدا ان شاء الله غادي نبداو الجهاز التنفسي. وبالنسبه للفاكسان، واحد الاخ من مدينه من دوله فرنسا قال لي نصيفطوا لك، ما عرفناش واش غادي يصيفطوا في الثلج ولا ما فهمتش هذه القضيه ديال الفاكسان، انه غيتصيفط من فرنسا لهنايا، وديك الساعه نشوفوا الثمن شحال ما حسبوا لينا، راه غادي ناديو ليه الواجب. هادشي اللي كاين، لان الفاكسان راه من الضروريات. هادو راه وليداتنا، هادو راه وليداتنا الخوت، باش ما غاديش نفاكسيهم والله يستر على الابواب، الامراض على الابواب. ما نفاكسيوش هاد المخلوقات من الصباح وانا كنضرب عليهم تماره، باش وجدتهم ورصيتهم، راه شحال الحمامه مشات ليا، رصينا هاد البركه هادي وفي الاخر غادي نخليها هكا. ما غاديش نفاكسي، هذاك هو الفاكسان، راه غادي نقتل راسي على ود الفاكسان، غندير شي حاجه على ود الفاكسان، يعني غادي ما عرفت شنو غندير باش نفاكسي حميماتي، باش الحمام ما يوقع لهم حتى شي حاجه، باش انا نبقى في المورال ديالي والخاطر ديالي نبقى بخير. هادشي اللي كاين، متفقين الخوت. يلا هذا الفاكسي اللي كنهضر عليه ماشي ديال البيطار، هذا ديال الحمام. كاينه قريعه وحده كتفاكسي 50 حمامه، قريعه وحده راه كنت حتى في الفيسبوك كتفاكسي 50 حمامه. هادشي اللي كاين، ونتمناو يوصلنا الفاكسينيت بصح ويكون شي ثمن زويون. هادشي اللي كاين، ويلا الخوت، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهده، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.